استاذ لطفي، منورنا في قناة الزمالك، وحابب طبعا اسأل حضرتك تحبيت الزمالك ازاي؟ منور بحضرتك، واولا كل سنه وانت حضرتك طيب وانت بمناسبه طيب. رمضان الكريم، ويعود علينا وعلى الامه الاسلاميه وعلى جمهور الزمالك خاصه باليمن والخير والبركات ان شاء الله. بسنة حضرتك طيب. وانت طيب يا حبيبي. قول لي بقى بدأت الزمالك او انا تشجيعك بدات للزمالك. الزمالك بالظبط وانا عندي 6 سنين، يعني بقالي 53 سنه زملكاوي. ربنا يديك الصحة. والله العظيم بموت في حاجه اسمها الزمالك. قول لي بدأت حبيت الزمالك ازاي؟ كان التلفزيون ابيض واسود، واول واحد شفته على قناه على شاشه التلفزيون الكابتن حسن شحاته، كابتن حسن. وكابتن فاروق جعفر. جيل السبعينات بقى. انا من اسكندريه اساسا، ومفيش مباراه للزمالك في اسكندريه ما رحتهاش، في استاد اسكندريه. في استاد اسكندريه الجمهور جميل هناك ما شاء الله. جمهور حاجه فوق ما تتخيل. فالدم اللي بيجري في عيوننا زمالك، الزمالك ده هو الحياه بالنسبه لي. مين بقى اللي حبيبك في الزمالك بقى انا من الاسره انا ولا انت انا مع اول اقتناع؟ واحد زملكاوي في الاسره، وعندي 4 رجاله كلهم زملكاويه، وعندي بنت صغيره في اولى اعدادي زملكاويه قلبها بيقف وهي بتتفرج على الزمالك. ربنا يديها الصحة. والحمد لله ان الاسره كلها على راي الكابتن شكري سرحان، ما يبقاش في بيتي غير اللي الزمالك بس. الفنان العبقري فانا ده. ربنا فانا الزمالك ده في دمي من الصغر. بص، وانا كمان كنت لعيب كوره، واللي انت ما كنتش عارفه ان انا كنت حارس مرمى، كنت بلعب في السواحل ايام ما كان اسمها السواحل، كان قبل ما تبقى حرس الحدود. حرس الحدود. كانت اسمها السواحل، فكنت بلعب هناك ولعبت دوري شركات، ولعبت لغايه الرواد اللي هو تحت سن 45 سنه في حارس مرمى. ربنا يديك صح. وكان مثلي الاعلى يعني قسما بالله كابتن العظيم عادل المأمور، وحضرتك انت بقى الايه الكريمه بتاعت حراس المرمى، مش عشان قاعد مع ربنا حضرتك بس، يخليك. ربنا يعلم انا بحب حضرتك قد ايه. وبالنسبه عشان انت حارس مرمى، فانا كنت حارس مرمى زي حضرتك كده بالظبط.